دلوقتي تقدر تشتري نسخه ويندوز اصليه من متجر سيتي كيو اوفر بسعر رخيص جدا زي ما انت شايف. وليكن مثلا لو انت عايز تشتري ويندوز 10 سعره $23، كل عليك بتضغط هنا على كلمه باي ناو، وهتلاقي فكره الكوبون خاص بيعمل خصم 25% على سعر النسخه، يعني زي ما انت شايف سعرها $23 بيتحول ل $17. اما لو حابب تشتري نسخه ويندوز 11 اصليه زي ما انت شايف سعرها $31، بعد ما بتضغط على باي ناو بتبدا انك انت تضيف كوبون الخصم ال 25% وتضغط هنا على ابلاي، بتحول سعرها من $31 ل $23. وبالنسبه للبرامج المكتبيه زي اوفيس 2019 فانت زي ما انت شايف سعره $64 بعد ما تضغط هنا على باي ناو، وبتبدا تضيف كوبون الخصم ال 25% سعره بيتحول من $64 ل $48. وسائل الدفع الموجوده على الموقع كتيره جدا زي الفيزا والبايبل والماستر كارد وباي، تقدر ترفع بيهم بكل سهوله وتحصل على نسخه اصليه تكون عندك مدى الحياه، وبتقدر بعد كده بتحصل على سيريال بيفعل لك بيه نسخه الويندوز مدى الحياه، مجرد ما بتضيفه وتضغط على اكتف وزي ما انت شايف بتلاقي النسخه بعد كده متفعله عندك مدى الحياه حتى لو عملت فرمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اهلا بكم. حلقه النهارده باذن الله هنكون عن كيفيه تثبيت نسخه ويندوز 10 عندنا على جهاز الكمبيوتر باخر التحديثات بطريقه سليمه وبطريقه مظبوطه. فتعالى مع بعض نروح على المكتب ونشوف احنا ازاي نثبت نسخه ويندوز 10 عندنا على الجهاز. يلا بينا. تعالى مع بعض دلوقتي نثبت ويندوز 10 عندنا على الجهاز بالتفصيل. ولو انت لسه ما حملتش ايزو لويندوز 10 ولسه ما حرقتهاش على يو اس بي، هيظهر لك دلوقتي في الاي عباره عن فيديوهين، كل فيديو منهم بيشرح لك ازاي انك انت تحمل ويندوز 10 النسخه النهائيه وازاي انك انت كمان تحرقها على يو اس بي بطريقه صحيحه. والخطوه اللي بعد كده انك انت هتركب اليو اس بي اللي حرق عليها ويندوز 10 عندك على الجهاز. وبعد ما بنركب اليو اس بي هنبدا نعمل اي تشغيل للجهاز عندنا ونخش على وضعيه البوت عشان نظبط الاقلاع من اليو اس بي. تمام، وكده ظبطنا الاقلاع وزي ما انت شايف بدات النسخه تقلع معانا عشان نبدا ان احنا نثبتها على طول. الخطوه اللي بعد كده هتبدا تظهر لك الواجهه دي، هتبدا تختار اللغه بتاعت النسخه، طبعا هنا بتكون على اللغه اللي انت مختارها في الاول اثناء التحميل، انا كنت بختار اللغه الانجليزيه. هنا هتبدا تختار الدوله عندك او لغه الدوله، انا اختار العربيه المصريه، وبعد كده خليها تحت على العربيه 101، انت اختار على حسب الدوله عندك وعلى حسب لغه الكيبورد اللي انت عايزها، وبعد كده اضغط هنا على نيكست، اضغط هنا على ستول ناو. في الخطوه اللي بعد كده هيبدا يطلبك بسيريال، لو انت مشتري النسخه انت ممكن تتخطى المرحله دي انك انت تضغط الضغط هنا بالشكل ده ويتخطى لك المرحله دي. زي ما انت شايف بالنسبه لويندوز 10 هتلاقي فيه منها نسخ كتير جدا زي ويندوز 10 هوم ويندوز 10 هوم ان ويندوز 10 هوم سنجل لانجويج وانتربيز وبرو، افضلهم ومن وجهه نظري هي البرو. في المرحله اللي بعد كده هي مرحله اختيار البورتيشن اللي انت هتثبت فيه نسخه الويندوز. طبعا لو انت لسه مركب هارد جديد هيبقى عندك عباره عن حته واحده بالشكل ده، فانت هتضغط هنا على نيو عشان تبدا انك انت تقسمه وهتبدا انك انت تحدد مساحه لبورتيشن السي اللي هتثبت فيه نسخه الويندوز. من وجهه نظري افضل حاجه انك انت تخلي بورتيشن السي ما يقلش عن 100 جيجا، كل ما يكون اكتر يكون افضل. انا هخليه 100 جيجا فهكتب هنا 1 وجنبيه 5 اصفار 1 2 3 4 5 بالشكل ده، دول هيدوك 100 جيجا بالظبط. تضغط هنا على ابلاي، تضغط هنا على اوكي، وزي ما انت شايف بقى عندنا هنا بورتيشن حوالي 100 جيجا. بالنسبه للبورتيشن اللي بعد كده ممكن تقسمه 1 او 2 او حسب ما انت عايز، وليكن مثلا هتقسمه 2، انا مثلا هخليه 50 ده، اضغط هنا على اكتب 5 واكتب جنبيها 4 اصفار 1 2 3 4 وضغط هنا على ابلاي. تمام، بقى عندي هنا بورتيشن كمان 50 جيجا، واخر حاجه دول هخليهم برده 50 جيجا، ممكن تقسمهم اكتر منهم بورتيشنين 3 زي ما انت عايز. تمام، ده بالنسبه لو انت عندك الهارد عباره عن لسه جديد ولسه بتقسمه من خلال نسخه الويندوز اثناء التثبيت. طيب لو انت كنت مثبت ويندوز قبل كده طبعا هتلاقي عندك زي ما انت شايف هتلاقي هنا بورتيشن صغير اسمه السيستم، وهتلاقي عندك بورتيشن السي اللي هو اول واحد بعده على طول، محتاج انك انت تقف على السي وتعمل له عمليه ديليت، تضغط عليه كده وتضغط هنا على ديليت. بعد كده هتروح على بورتيشن السيستم. بورتيشن السيستم ممكن يكون مثلا موجود عندك او ما يكونش موجود، لو موجود هتدلته مع بورتيشن السي، مش موجود خلاص عادي، انا هدلته وضغط هنا على اوكي. تمام، عمل لي هنا عباره عن مساحه فاضيه 100 جيجا، هضغط هنا على نيو، وضغط هنا على ابلاي، وضغط هنا على اوكي. تمام، هيبدا دلوقتي يعمل لي بورتيشن السي ويعمل لي بورتيشن السيستم. وبالنسبه لو انت بتسال فايده بورتيشن السيستم ده ايه، فايده بورتيشن السيستم هو ان بيتخزن فيه عباره عن مثلا على سبيل المثال انت شغال على برنامج زي الفوتوشوب، ومثلا اثناء ما انت شغال عليه النور قطع عندك، حصل مشكله والبرنامج قفل او الجهاز قفل خالص، وجيت بعد كده فتحت البرنامج مره ثانيه تقدر تلاقي الحاجه اللي انت كنت واقف عليها موجوده عندك. فمهم جدا بورتيشن السيستم، بتخليه زي ما هو وبتروح على بورتيشن السي لان طبعا مش هينفع تسطب فيه لان مساحته صغيره جدا واصلا هو مش قابل للتسطيب. انت هتختار البورتيشن اللي بعديه اللي هو ده وتضغط هنا على نيكست. كده عرفنا النقطه بتاعت اللي هي تقسيم البورتيشنات اثناء التسطيب لو الهارد جديد او لو حتى انت عندك البورتيشنات متقسمه من اول وجديد. زي ما انت شايف هتبدا دلوقتي النسخه تتسطب معانا. هنا بيحصل عباره عن عداد بيعد من 1 لحد 100، بتسيبه لحد ما يخلص خالص، انت مش هتتدخل في اي حاجه تلقائي خالص لحد ما يبدا يجيب لك الخطوه اللي بعديها. فانت هتلاقي زي ما انت شايف بيجيب لك 1 2 3 لحد ما يكمل لحد 100 ويبدا يعمل اي تشغيل للجهاز ويبدا ان هو
يخش لك على الخطوه اللي بعد كده. طيب حاجه مهمه جدا حابب ان انا اوضحها بتحصل مع ناس كتير جدا وخصوصا في الاجهزه القديمه، اثناء ما بيتسطب نسخه الويندوز والجهاز بيبدا يعمل اعاده تشغيل مره ثانيه بتلاقي ان هو بيبدا معاه من اول خطوه بدات معانا اللي هي اختيار اللغه والحاجات دي كلها. ده بيبقى نتيجه ان في حاجه في البيوز ذات نفسها مش مظبوطه عندك، او الجهاز بتاعك الاصدار بتاعه المذر بورد اصدار قديم، فانت محتاج تعمل ايه عشان خاطر مش كل مره ان هو يعمل اعاده تشغيل يرجع لك من الاول، انك انت مجرد ما الجهاز لو لقيتها حصلت معاك مجرد ما الجهاز يعمل اعاده تشغيل تخلع اليو اس بي من عندك من على الجهاز، ومجرد بس ما يعمل اعاده تشغيل مره ثانيه ويبدا يظهر لك الشارب بتاع الويندوز ركب اليو اس بي مره ثانيه هيبدا يكمل معاك من اخر خطوه كنت شغال عليها. فاذا عرفنا لو الجهاز بيعمل معانا اعاده تشغيل ونلاقيه ان هو بيبدا معانا من اول تسطيب النسخه بيرجع من الاول ثاني، بنخلع اليو اس بي وبنبدا نعمل اعاده تشغيل للجهاز، واثناء ما بيظهر الشعار بتاع الويندوز بنبدا نركب اليو اس بي على طول بتبدا تكمل بقيه الخطوات. وان شاء الله هوريك حلقه ازاي انك انت بعد كده ما تواجهكش المشكله دي لو موجوده عندك على الجهاز. تمام، زي ما انت شايف العداد شغال، بنسيبه لحد ما يخلص خالص ويجيب لنا الخطوه اللي بعد كده اللي بيطالبنا فيها ان احنا ندخل بعض البيانات. تمام كده، بعد ما الجهاز عمل اعاده تشغيل اكتر من مره في الخطوه اللي بعد كده هيبدا يطالبك انك انت تضيف الدوله بتاعتك. انا اختار ايجيبت مصر، انت اختار على حسب الدوله عندك، واضغط هنا على بعد كده على يس. في الخطوه اللي بعد كده هتخليها زي ما هي على يو اس، وبعد كده تضغط هنا على يس تاني، بعد كده تضغط هنا على اد ضغطه بالشكل ده، وهتبدا تختار اللغه اللي عايز يكون عليها الكيبورد. انا اختار العربيه المصريه، انت اختار اللغه اللي انت عايزها، وتضغط هنا على نيكست، بعد كده هتخليها العربيه 101، تضغط هنا برده على اد تاني. اللي بعد كده هيسالنا هل الجهاز ده موجود في قلب البيت ولا في الشغل، فانت على حسب عندك، لو الجهاز في قلب البيت هتختار اول اختيار، لو الجهاز في قلب الشغل هتختار الاختيار التاني. فانا هختار في البيت، اقف هنا كده على الاختيار الاولاني، واضغط هنا على نيكست، وهيبدا يكمل معايا بقيه الخطوات. وفي المرحله دي هيبدا يطالبك انك انت تضيف ايميل ليك على مايكروسوفت، لو انت عندك ايميل ممكن تضيفه وتكمل بقيه الخطوات بعد كده، او لو انت مش عايز تعمل ايميل تضغط هنا على اوفلاين اكونت. بعد كده هتضغط ضغطه هنا بالشكل ده، هيبدا يطالبك بالنيم، ده الاسم بتاع الجهاز بتاعك، اكتب الاسم اللي يعجبك، انا اكتب مستر ابو علي، اكتب انت الاسم اللي انت عايزه. بعد ما بتعمل اسم للجهاز بتضغط بعد كده هنا على نيكست. في المرحله دي هيبدا يقول لك انت عايز تعمل باسورد للجهاز، فانت لو عايز تعمل باسورد للجهاز بتاعك بتجيب ضيف الباسورد وبعد كده هتعمل له تاكيد، لكن انا مش عايز اعمل باسورد فاضغط هنا على نيكست عشان الجهاز يفتح من غير باسورد. وهنا بيعرفك على بعض الاعدادات اللي هتكون متفعله في الويندوز بتاعك، انت ممكن تقرا كل حاجه فيهم وتفعل اللي انت عايزه او تلغي اللي انت مش عايزه، لكن انا هخليهم كلهم متفعلين واضغط هنا على اكسبت. بعد كده هيجيب لك بعض الادوات اللي انت ممكن تضيفها عندك على الويندوز او مش عايز تضيفها، زي مثلا الجيمنج والفاميلي والحاجات دي كلها. لو انت علمت على حاجه منهم تقدر تعلم عليهم كلهم او تعلم على حاجه منهم، انا اعلم عليهم كلهم لانهم كلهم مفيدين طبعا. وبعد كده اضغط هنا على اكسبت مره ثانيه. وبكده بقى احنا خلصنا التسطيب وننتظر النسخه تفتح معانا. ودلوقتي زي ما احنا شايفين خلاص النسخه فتحت معانا، ودي شكل النسخه اول ما بتفتح معاك. طبعا دلوقتي الخطوه اللي بعد كده هي انك انت تثبت التعريفات عندك على جهازك، وده اللي هتشوفه من خلال الاي اللي هتظهر عندك فوق دلوقتي في الفيديو. فيديو كامل بيعرفك ازاي انك انت تثبت جميع التعريفات المهمه عندك على جهازك، زي تعريف كارت الشاشه وكارت الصوت وكمان بعض التعريفات المهمه لجهازك. وبكده بنشوفنا بكل سهوله قدرنا نثبت نسخه ويندوز 10 عندنا على جهاز الكمبيوتر. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، يا ريت نشاركوا وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.